diagnosis and classification of anemia انا عايز تشخيص وتصنيف للانيميا، الانيميا انواع كتير. عندي تلات حاجات نعتبرهم ABC في التشخيص بتاع الانيميا. الRBCs count ايه؟ بنلاحظ ان العدد بتاع RBC count بيقل في حالات الانيميا، واحنا عندنا في حاجه اسمها Normal Count وعندنا معدل رينج فالنورمال مثلا 5 مليون المعدل من 4 مليون الى 6 مليون لما يبقى في انيميا بنلاحظ الار بي سيز بتقل عن الحد الادنى من المعدل يعني تقل عن 4 مليون طيب الهيموجلوبين نورمال 15 جرام والمعدل من 12 ل 17 في حالات الانيميا يقل الهيموجلوبين عن 12 هيماتوكريت الطبيعي 45% والمعدل من 38 ل 50 يعني في حالات الانيميا يقل الهيماتوكريت عن 38% يبقى اي بي سي فور anemia اوف انيميا ار بي سي هيموجلوبين هيماتوكريت طيب نفس البارامترز ديت يعني نفس المقاييس اللي احنا استخدمتها في الدايجنوزس ممكن استخدمها في الكلاسيفيكيشن ان انا بعمل معادلات المعادلات دي بحصل بيها على متوسط حجم خليه الدم الحمراء بقسمة الحجم الكلي اللي هو الباكت سيل فوليوم على عدد الـ RBCs RBCs كاونت كلها يطلع لي معدل المعدل ده أو مقياس اسمه الـ MSV الـ في اللي هو بنقول عليه مين سيل فوليوم متوسط حجم خلية الدم الحمراء الواحدة قسمت الحجم الكلي على العدد الكلي طلع لي ال ام مين سيل زيه بالظبط حاجة اسمها ام سي اتش ام متوسط الهيموجلوبين في خلية الدم الحمراء الواحدة فاقسم الهيموجلوبين كله على الار بي يطلع لي المين سيل هيموجلوبين الشريحة دي مهمة جدا في الدياجنوزس وفي الكلاسيفيكيشن في تصنيف انواع الانيميا